في صدى البلد وفي الشروق وفي موقع الشروق. فاحنا لازم ايه نتعلم بعد اذنك يا استاذه مروه تحمليهم ماشي. واي سؤال محتاجينه استاذه مروه ما بتبخلش، واحنا بنشكرك جدا. ولو احتجتوها من لو محتاجينها تاني تجي لنا كمان مره ماشي، لان حضرتك هتساعديني في التقييم. التقييم اللي هم شغالين معاكي زي ما احنا اتفقنا انا والدكتوره شيرين، التقييم اعمال السنه من 50 درجه، انا 30 والدكتوره شيرين 20، الدكتوره شيرين 20 ماشي. ده بس تاني ولا ناقص ماشي.